السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامدي. النهار إن شاء الله غنقدم لكم واحد الموضوع على حساب واحد الدواء اللي هو خاص بالتسمم المعوي عند الأرانب، عند صغار الأرانب. كما كتشوفوا الأرانب، راني تبعت معاكم أنهم عندهم شهر وسيمانة، شهر وثمانية قاع بالضبط. تبارك الله، راني عطيتهم السيكالين، راهم مزيانين مزيانين، حاولت نعطيهم غير السيكالين. هانتوما راه الحجم ديالهم بدا كيتحسن. بالنسبه مين يوصلوا لهاد مرحله الفطام وصافي ويبغوا يبقاو ياكلوا مزيان، كنصحكم مباشره انكم ديروا لهم الدواء. الدواء ماشي هو ديال العام، يعني ديال التسمم الدموي، ولكن ديروا لهم غير واحد الدواء سيرو. هو عباره عن سيرو، تباع رخيص، كتشوفوا راه كاتبين فيه 10 دراهم هكا، كيتباع يعني ما دايرينش فيه شي مكونات ولا، دايرين غير العنوان ديال الصيدليه ودايرين فيه الثمن 10 دراهم. وانا جربته الحقيقه مزيان مزيان، كيحميهم الا مشاو تاخذوا شي ماكله اللي هي ما صالحاش، ولا شي داك عطيتوهم شي حاجه خضراء ملي كيكونوا صغار، ذوقوهم شي حاجه تكون خضراء، يعني ماشي مشكل، ولكن ماشي بزاف، ماشي بزاف، ماشي بديلهمش مراره. هاد الدواء هذا خاص بالمراره والريه. مهم كاع الحوايج ديال التسممات المعويه كونوا متاكدين ان هاد الدواء ضروري وضروري لهاد الفتره ديال بعد الفطام مباشره انكم ديروا لهم هاد الدواء. كيفية الاستعمال؟ انتم غتمشيو عند الفرماسي نقول له عطينا الدواء ديال القنين، هما كيسميو الدواء ديال القنين، ولكن هذا راه خاص بالتسمم المعوي، هذا خاص بالتسمم المعوي سيرو هكا. انتم كتشوفوا طريقة الاستعمال، نوريكم دابا كيفاش. جيبوا يترو، يترو ديال الماء عادي، انتم هاد الاخر الدواء، جيبوا يطرو ديال الماء عادي، وهاد الدواء حاولوا انكم هاد الغلاقه او معلقه عاديه انكم تكبوا فيها هاد المقدار، ثم بهذه الطريقه تكبوا لهم هكا صافي، تخلطوا لهم في هذه القرعه مزيان وتكبوا لهم طويصات بحال هذا الشكل هنا هكا، وتعطيوهم يشربوا لمده 5 ايام. اذا انتم كتشوفوا انهم كيشربوا الدواء، وان شاء الله ما يصيبهمش التسمم المعوي. اذا عجبكم الفيديو شاركوا معنا، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.